يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله. ما خاب من تمسك بكم، وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي، فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق ويقطع دابر الكافرين. نزلت هذه الآية الكريمة بسبب وفيها فصول. هذه الآية نزلت لما بلغ النبي صلى الله عليه وآله أن عيرا لقريش عددها 500 أقبلت تريد مكة، وهي محملة بالأموال، ومعها 40 رجل من قريش، فيهم عمرو بن هشام، وفيهم أبو سفيان، وفيهم عمرو بن العاص، وجبرائيل أمر النبي صلى الله عليه وآله أن يرسل إليها بعض أصحابه ليعترضوها. وهي تقريبا هذه أول مناوشة من نوعها، يعني أراد المسلمون فيها أن يجربوا مدى احتكاكهم بقريش. ثم بالفعل جماعة من المسلمين خفوا، راحوا إلها، وبنفس الوقت ظنوا انهم لا يلاقون حربا، يعني راح القضية ما بها حرب، ما بها قتال، بس هالكثر عير واموال يأخذونها ويرجعون. زين، لما اتصل الخبر بابي سفيان، ابو سفيان اتخذ الحيطة بالموضوع، ودى واحد اسمه ضمضم ابن عمرو، قال له تروح تنبئ قريش بما جرى. هذا ضمضم اجا مجد مسرع، وابو سفيان ساحل بالعير، يعني ضرب بها على جدة على طريق الساحل. وضمضم ابن عمرو اجا الى ان وصل الى جبل ابي قبيس، صعد على الجبل وقد حول رحله، يعني دار وجهه الى عجز الناقة، وشق ثوبه قبلا ودبرا، ووقف باعلى صوت باعلى مرتفع من ابي قبيس ونادى: يا قريش اللطيمة اللطيمة، إن محمد قد تعرض لعيركم. اللطيمة يعني الحملة التجارية، يعني انقذوها لحقوا عليه. قريش لما سمعت صعب عليها ذلك. القضية قبل 3 أيام العباس ابن عبد المطلب كان شايف رؤيا بالمنام، شاف كأن رجلا أقبل إلى جبل أبي قبيس وصعد إلى الجبل، أخذ له حصبة يعني حجر، رماها من أعلى الجبل إلى أسفل الوادي، فأقبلت تهوي إلى أن سقطت في أسفل الوادي، ارفضت تقطعت قطعة قطعة، فلم يبق في بيت من بيوت قريش من بيوت مكة إلا ودخلته فلزة من تلك الحجارة إلا بيوت بني زهرة،
وبعض بيوت بني مخزوم. اصبح الصباح اجى العباس ابن عبد المطلب قص الرؤيا علما الى واحد من اصدقائه، قال له عاتك اختي شافت الرؤيا وانا شفت الرؤيا، وعاتك رؤياها مثل ما يقولون قريش رؤياها اخذ باليد، عاتك بنت عبد المطلب اذا رأت رؤيا تتحقق. فقال له اختي عاتك شافت هالمعنى وانا انقل لكم هالخبر. اتصل الخبر بمن؟ بابي سفيان، بابي جهل. ابو جهل اجى صدفة قاعد العباس ابن عبد المطلب ويا جماعة يم الكعبة، واجى ابو جهل يشتد وقف على راسه، قال له يا عباس ما رضيتم ان تتنبأ علينا رجالكم حتى تنبأت علينا نساؤكم؟ ساحنا رجالكم مجارعيهم يدعون النبوة انه نساؤكم تدعي النبوة، انت بالعجل، ما هذه الرؤيا؟ والله لنتربصن بكم 3 ايام، فان صدقت الرؤيا فبها، والا لنعدنكم اكذب اهل بيت في العرب. العباس تأثر من عنده وحمي وقام لأكو فك مال بعير لحى بعير امسك، لما شاف ابو سفيان ابو جهل راح حرب حجه وما بيناتهم راح. يوم الثالث، ما مر اليوم الثالث، اجى هذا ضمضم ابن عمرو صح اللطيمة اللطيمة، فاشفقت قريش، اشفقت وعرفت ان رؤيا عاتك صادقة كما رأت. بالفعل قريش شافوا هذا تحدي لهم، محمد الان استوى الاسلام بعد لا يزال في مهده، ويتحدى قريش في جبروتها وطغيانها، والمفروض ان قريش مأدبة الجزيرة العربية كلها، يعني قريش اذا نجح هذا التحدي معنى ذلك راح تنحطم بين العرب، فنفرت على الصعب والذلول. قاموا اللي عنده اموال يطلع عماله يحطها بالشارع يصيح، اللي ما يستطيع يشتري سلاح احنا نمونه بسلاح، اللي يخاف على اهله احنا مستعدين نطل اهله نفقه، بس اخرجوا لقتال محمد. جهزت قريش يعني ايش اكو عندها قوة كلها لبتها بالميدان. بلغ النبي التجهز، اتصل الخبر بالنبي ان قريش تجهزوا وطالعين الى قتاله. التفت الى اصحابه، العير فاتتهم راحت، يعني قسم يلحقوها كون وقسم يطلعون للقتال. النبي التفت الى اصحابه قل لهم ايهما احب اليكم، العير او النفير؟ النفير طبعا يعني قتال قريش، حرب قريش، والعير الاموال التجارية. كمولة جماعة قالوا لها العير احب الينا، الاموال هاي ما بيها قتال نحصل اموال. تأثر النبي، بدأ التأثر على وجهه، التفت لاصحابه قال لهم اشيروا علي. قاموا الاثنين من الصحابة تكلموا كلام ما مؤداه، السماح بجيب كل كلامهم، ما مؤداه ان هذه قريش هي وكبرياؤها وخيال وخيلاؤها، ما ذلت منذ عزت ولا امنت منذ كفرت، مؤداه احنا ما نقدر لها القريش. شكل تمعر وجه النبي، تألم، قال لهم اقعدوا قاعد، قال لهم ما رأيكم اشيروا علي؟ قام للمقداد قال لي يا رسول الله انا امنا بك وصدقناك، والله لو كلفتنا ان نخوض الجمر معك لخضناه، نحن لا نقول لك كما قالت بنو اسرائيل لموسى اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون، ولكن نقول اذهب وقاتل ونحن معك مقاتلون. فجزاه النبي خيرا ثم قال له اجلس. قال اشيروا علي. قام سعد ابن معاذ، كأن النبي كان يقصد الانصار، قال يا رسول الله اراك تريدنا؟ يظهر تقصدنا احنا. قال نعم انا اريدكم. قال يا رسول الله اننا امنا بك وصدقناك وعاهدناك على ان نمنعك مما نمنع منه ابناءنا وانفسنا، ونحن صدق عند اللقاء صبر عند الحروب، والله لو امرتنا ان نخوض البحر معك لخضناه، ولا نرجع حتى يفتح الله على يديك. قال النبي جزاكم الله خيرا، زين، وفرح وامر الناس بالتهيؤ للقتال، فنزلت هذه الآية الكريمة.
الى هنا عرفنا سبب النزول. سبب النزول كانت الدور بين امرين تدور بين الحرب بين العير والنفير، لذلك اصبحت هاي الكلمة ينضرب بها المثل، يقولون فلان لا في العير ولا في النفير. يعني يمثلون على الواحد الضايع اللي ما الى اتجاه معين، يقولون لا في العير ولا في النفير. هذه السبب، سبب النزول، نرغب شوية نستفيد من عنده شيء. والله يا اخوان انا ارغب اتوسع بالمواضيع، لكن بصراحة اكد لكم ان هاي المسجلات خلتني اضوج واضايق، واوثقكم ان ذول اللي ياخذون مسجلات ما عندهم ذرة كرامة. والله والله هذا دا يسطو على جهد الاخرين، دا يسرقه، هذا ما صحيح ابدا. يعني واحد اذا عنده ذرة كرامة فضلا عن فوق ذولا، الله فهم يعرفون الله، ما يستحون من الله. شنو معنى مسجلات تؤخذ؟ السهو هذا يعرف الموضوع ايش قد ينتعب عليه، ويجي حضرته ياخذه يروح يذبه، يخلي يم العجائز ويخلي يم الاطفال والصبية. شنو هالوضع هذا؟ هذا وضع مال اوادم. شنو مسجلات؟ وين ما يروح واحد، يعني اليوم يجيني واحد يقول لي من بدء العشرة الى الان كلهم مسجلة. شنو حاجة يسموها محل من الاعراب؟ شنو ما دارت معنا. ليش كون ازعاج الاخرين هالشكل؟ ليش؟ يعني انا اكد لك هذا يخلينا نعيد النظر بالجاية لهنا نهائيا صراحة. ما الى معنى يعني هذا؟ اكو اشياء مو كل شيء يحكي الانسان يحب يسجل عليه. ثم اكو محاذير، اكو قضايا كثيرة. شنو معنى هالمسجلات هذول اللي ما يخجلون كل واحد حاط له مسجل لقطة باي حق؟ يعني انا ارغب بالواقع، ما اعرف يعني انا هذا ما اجد له مبرر ابدا. هاللون من العمل بالمرة ما اجد له مبرر، يعني شيء غير صحيح وغير مقبول وما يقبل باي حال من الاحوال. واوثقكم الله اذا اعرف شخص بالذات، يعني انا لو اعرف يعني عينوا لي شخص ان هذا ما اخذ قسما بالله استعمل حق القانون ضده. والله ما الى معنى يعني هذا الشيء، ما مربوط ابدا، ما صحيح يعني ما يقبل بحال من الاحوال. الغرض هذه ظاهرة منين؟ مو هاي نقطة شوية حساسة. يعني هالظاهرة هذه ظاهرة تجي للانسان كوراثة، تتحدر ويا عينا مثل غرائزة، يعني مثل الغرائز الوراثية. يعني شلون الانسان مثلا عنده غريزة الجوع يجوع ياكل، عنده غريزة العطش نعم يعطش يشرب، هم عنده غريزة حب جمع الاموال يولا. هاي مثل ما يفترضون بعضهم يقول لك هاي من المحيط، ظاهرة يأخذها الانسان من المحيط، يعيش بمحيط، يشوف الناس تجمع هو يتعلم من عندهم. فهذا لو يكتفي بعد ما يصير عنده حب للجمع. هذه النظرية ثبت انها فاشلة. النظرية الثانية نبه لي، اللي تقول ان ظاهرية حب الاموال او ظاهرة حب الاموال او جمع الاموال ظاهرة الادخار والاكتناز، تقول ظاهرة طبيعية يعني من المحيط يأخذها الإنسان، أي نظرية مغلوطة. لا، الواقع ده يثبت الإسلام خوجهة نظرة أنها ظاهرة غريزية. بسم الله الرحمن الرحيم، وإنه لحب الخير لشديد. الإنسان يحب أن يتزوج حتى لو يصير مليونير، هو بعد يريد زيادة. نبه لي زيادة، حتى لو يصير مليونير ما في شك أن الإنسان كلما ازدادت أمواله بعد يريد أكثر. لو أعطي ابن آدم جبلان من الذهب، أو لو أعطي ابن آدم جبلين من الذهب لابتغى الثالث. هاي أنا مفرغ من عنده. لكن الإسلام هو يا حكيم عندما يطلق للإنسان حق التملك، يعني بتعبير آخر حق الملكية الفردية، ما يسده يعني يشترك بهذه الظاهرة مع الاقتصاد الرأسمالي، ويشترك بها مع بعض الاقتصاديات الاشتراكية المعتدلة. يعني يطلق حب التملك ولكن ما يخلي الملكية تطغى. صحيح هو يبيح لك الملكية الفردية، لكن يضع للملكية الفردية ضوابط حتى لا تطغى. لا تطغى يعني يخنقها، يعني يضع عليها ضرائب تصاعدية يخليها محدودة دائما، ويجي بعدين نظام الميراث يفتتها. انا ترى كان من نيتي ان استعرض الاقتصاد المعاصر باقسامه الثلاثة، بس ما ادري يعني يجوز بعض الناس يضوج من هالبحوث لان بها شوية دقة، اكو شوية بها عمق، يجوز يضايق بعض المستمعين من عدها. ما اعرف اذا ما يضايقون، انا الليالي الاتية ابحثها ما عندي مانع، يعني لان موضوع مهم وحساس في الواقع. بس اخشى انه البعض ينعس يقول لك هاي قواعد يدردم علينا. علي من
القاضي يردون قصة أو على المختار أو على مدري منه، يجوز من النوع. الغرض هاي الظاهرة ظاهرة التملك، الإسلام وضع لها ضوابط. الإنسان يملك ولكن بنفس الوقت ما يطون طغيان لرأس المال. في الواقع رأس المال إذا ضخم زايد يطغى ما في شك. يضع له الإسلام ضوابط يخليه معتدل، يطلق الطاقات وبنفس الوقت يضع له ضوابط، ضرائب شبه تصاعدية تحدد إلى حد معين. ها زين، هذه ناحية نستفيدها، نستفيد أن الإنسان بمجرد أن يولد يولد معه حب التملك، ولذلك تلقاه وهل هالظاهرة هالنزعة الموجودة عنده قد يفلسفها بشكل آخر، يعني يستحي يقول أنا حريص، لكن يوجد لها يلتمس لها فرد وجه آخر. مثلا يقول سفيان الثوري، يقول أنا لأن يعطيني إلا 10,000 دينار يحاسبني عليها أفضل من أن أقف على رأس إنسان وأستجدي منه. هي لا هيك ولا هيك، أكو حل وسط. لا هالشكل لا تجدي نعم، ولا أموال نعم تأخذها من حرام، أكو طرق مشروعة. هذا شوف تبرير للحرص. الإنسان يحرص ويقول لك أنا شنو أنفق أموال، ليش مدخل باشر أصير مثل الفقراء عينا. هذا يريد يبرر حرصه. ليش يبرره؟ يبرره يلبسه فر الثوب. بس هي نظرية تبرير مو أكثر. الواقع الإنسان يحب الخير، يحب الجمع والادخار، لكن الله عز وجل بمجرد أن انطى الإنسان هالغريزة، غريزة حب الجمع، خلى عنده غريزة حب العطف والإنسانية. الإنسان عنده عطف. شوف أنت الآن لو مهما يصير الإنسان من حجر، إذا مر على واحد مطروح بشارع ويئن من الألم ينفعل، يتأثر وجدانا، حتى من يتأثر وجدانا. بس واحد تغلب عليه بعد كلش، يغلب عليه التربية السيئة يخليه ما يساعد، شيء آخر. وإلا هو يتأثر. الله عز وجل زرع عنده غريزة العطف والرحمة كما زرع عنده غريزة حب التملك. فالآية الكريمة تستفهم من ذولا، تقولهم ما إذ يعدكم الله عز وجل، هو إذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، يعني على الإجمال إما العير أو النفير. وليش أجمل هنا؟ ليش أجمل؟ ما بين يعني الله عز وجل ما بين بوعده الأصحاب النبي أنه يو راح يصير لكم العير والنفير. ليش خلها مهملة مجملة؟ خلها مجملة حتى يطلع الناس بعضهم على البعض الآخر، فيعرفون من اللي يحب يجاهد في سبيل الله، ويعرفون من اللي يحب يطلع على الغنيمة. وقد واحد يطلع لغنيمة وقد واحد يطلع لجهاد. انا اذكر معروفة قضية قزمان الى قضية مشهورة. هذا قزمان كان معروف بالجبن، بس هذا حتى في يوم من الايام صفية بنت عبد المطلب رضوان الله عليها، ايام اليهود دا يقاتلون المسلمين، هذا قاعد يم النسوان. قلت له صفية اخر ما يصير انت اطلع قاتل. قال انا ما اقدر اقاتل، تعرفين ما الدم ما اقدر اشوفه. طيب ابقى هنا، بس هذا يهودي يشوفه دا يفتر، يريد يتجسس علينا وخاف يودي الخبر. اذا انزل له هذا سيف وروح قتله. قالها لا يا بنت عبد المطلب، جنبيني رؤية الدم، انا هالشيء هذا ما اقدر له. ما لازم. اخذت السيف ونزلت له هي قتلته. قالت له هذا قتلته بس هذا رجل، وانا ما يصح اني اجي اسلبه، خاف اطلع على عورته. فانت شخصيا رجل، تفضل روح اسلبه هذا عليه بزة سلاح كاملة تفيد لها واحد من المسلمين، وروح اخذ هالبزة عند لامة كاملة روح اسلبها. قالها ولا هذا، انا لا اقوى على النظر الى الدم. صور يعني هذا رجل لهالدرجة مو. واذا هذا ينزل يوم احد، يقولون اجا شحط فرسه من بين جيش المسلمين، واجا قام يجي للرجل يسحبه من على جواده ويقذفه ويتلقاه بالسيف يشطره. قام يقاتل قتال الابطال، يشحط الرجل يشحط الفارس كما يشحط الكبش فيذبحه، الى ان وقع. قالوا له النبي لقد أبلغ قزمان بلاء حسنا اليوم يا رسول الله، وقف موقف هائل. قالوا النبي إنه من أهل النار. واحد يقول قلت يا رسول الله أخي ليش من أهل النار؟ هذا رجل طلع وضحى وقاتل من أجلنا وانصرح. قال إنه من أهل النار. يقول قلت صدق رسول الله صلى الله عليه وآله، النبي لا يقول العبث. دخلي أجي أروح أشوف هذا شنو. اجيت لقيته ينازع،
جلست عند رأسه قلت يا قزمان هنيئا لك الجنة. قال لي ماذا؟ الجنة يشونه أكشي اسمه جنة؟ لي شت عليه من قاتلت. ليش قاتلت؟ قال لي اذهب ويحك حبة حرم الخير من جنتكم. قلت تشوت عليهم انت ليش قاتلت؟ قال لي انما قاتلنا على ثمراتنا وسعفاتنا مخافة ان ياخذها قريش. خافين على ثمرنا وسعفنا خاف ياخذوا ذولا شنو جنة شنو حكي؟ فهمزين هذا يعني همزين يعني عنده دفاع عن وطنه معقول على كل حال. بس الغرض ان كثير كانوا يطلعون ميم جنة يطلع نعم حتى يستبين للناس ان البعض يريد النهب يريد الاموال والبعض لا يعرفوا ان هذا من خلص الصحابة ممن انعم الله عليه بالتفاني في خدمة الاسلام والجهاد دون المسلمين. فالابهام لاجل هالغرض. لكن هم كانوا يشودون كانوا يودون ان غير ذات الشوكة تكون لهم يعني يردون غير ذات الشوكة يعني مو الحرب يردون يردون العير يردون الاموال كانوا يودون انهم يحصلون على الاموال وبهذا يرجعون لاهلهم محملة حقائبهم. لكن الله عز وجل الله كان يريد عكس هذا. شو يريد؟ كان يريد ان يحق الحق ويقطع دابر الكافرين. اذولا يردون مغنم مؤقت يردون غنيمة مؤقتة والنبي يريد لهم يقول لهم هذه نقطة فاصلة انتوا اذا انكسرتوا اليوم قريش راح تستفحل عليكم واذا وقفتوا اليوم واثبتوا لا قريش بدورها راح تندحر. زين اكو شيء يلفت النظر قد واحد يسأل يقول احنا نعرف ان الله عز وجل رحمته سبقت غضبه ايش معنى هالشدة والآية الكريمة تقول ويقطع دابر الكافرين ليش هالشدة هاي؟ والمفروض ان الاسلام هو يعتبر الحرب مكروهة هو الحرب ما يلتجئ الها الا اذا اضطر ان يدافع عن نفسه يلتجئ التجاء للحرب. ولذلك النبي السلام يمر علينا بذل هواية محاولات بواقعة بدر اول معركة بذل هواية محاولات حتى يتفادى الحرب سيمر علينا خلال البحث. فليش الآية بها هالشدة؟ انا اقول لك الآية بها الشدة لثلاث اشياء. الشيء الاول ان الكافرين بالواقع الكافر دمار الانسانية. شلون الكافر دمار الانسانية؟ احنا الان ليش نسمي نفسنا مجتمع انساني؟ ليش مثلا ما نسمي نفسنا مجتمع غاب؟ ها؟ مثل الوحوش. نسمي نفسنا ناس غير؟ نسمي نفسنا متحضرين، نسمي نفسنا بشر، نسمي نفسنا سادة المخلوقات، زين؟ ايش معنى؟ لأنه أصولا اكو ما بيناتنا قواعد وتعاريف اجتماعية والمجتمع يمشي بقواعد ويحل مشاكله بعقل ويحل مشاكله بأصول وبقوانين غير الشكل يعني؟ هذا معنى البشر، هذا معنى المحيط المتحضر. زين، الكافر بالواقع الكافر لا يؤمن بدين. لا يعتقد بدين، لا يعتقد بمثل. كل فضيلة من الفضائل ما يعتقد بها. تقول له دين يقول لك روح خرافة. تقول له رب يقول لك منو رب؟ طيب شنو الدنيا هاي؟ انت مثل الزحم عليها مثل الذئاب. اذا لم تكن ذئبا على الارض اجردا كثير الاذى بالت عليك الثعالب. روح انهب اسلب حقك اثبت وجودك. هذا يتكلم بلغة الغاب. بينما ابو الدين ما يسرق يقول اكو ربي راقبني. ابو الدين ما يعتدي على عرض الناس يقول اكو قد اجازى بالمثل. ابو الدين مثلا ما يجي مس كرامات الخلق يقول لك الله عز وجل نهاني عن ذلك. لكن هذا اللي يعتبر الدنيا هي الغاية وبس يقول لك بعد يومين اموت ليش ما خل اشبع لذايذي عود السآنة انبعه ومن يقول اكو واحد راح يطلع من قبره كل حاجة فارغ. هذا مع العلم ذولا منهم ترى شوف ترى هالنمط من الناس انا اكد لك التوافه العظماء ما يصيرون هيك ابدا. انت الان اذا ترجع للتاريخ انا اكثر من مره ذاكر ان ذول العظماء اللي غيروا وجه الانسانيه ترى كلهم معترفون بوجود خالق. العظماء اللي غيروا الدنيا كلها يعني اللي سيروا الحياه كلها نسبه عاليه منهم يعني كلهم بهالمعنى جمهورهم ولا مو بالاجماع. يعني تصور مثلا اينشتاين
مثلا نيوتن، مثلا ديكارت، مثلا سبنسر، مثلا ذول العظماء العباقرة المخترعين، هذول كلهم معترفون بوجود صانع. وانا اللي اطلبه من الشباب ان يطالع امثال هالكتب، خلي يتعرف على وجهات النظر، لانه اكو كثير من هذول، كثير منهم ما عارف بناء ان الناس كلها ملحدة، والحال بالعكس. انا اكد لك الانسان كلما ازداد علما جره علمه الى الاعتراف بوجود الخالق، بعكس الجاهل. الجاهل ما يفتهم شيء، لأتفه الأسباب يجي ينكر لك حقيقة عجيبة. مثلا أضرب لك مثلا، هو الإنسان وين يعيش الآن؟ الإنسان ترى يعيش بهاي الكرة الأرضية هنا، زين، واضح هاي الأرض. الأرض تابع من توابع المجموعة الشمسية. هي المجموعة الشمسية كلها كبرها شنو قيمتها؟ تعرف هاي المجموعة الشمسية كلها لو نشيلها نحطها مثلا بنجمة الجدي القطبية، يعني الشمس وتوابعها كلها، على انه الشمس اكبر من الارض 1,300,000 مرة، زين، ومع ذلك الشمس والكواكب التسعة وياها لو نشيلن كلهن نحطن بنجمة الجدي القطبية، يمكن مثل ما نشيل حبة حرمة لندبها بالارض عينا، تتصور؟ زين، اكو شي الوان من الكواكب. ثم اكو الان تقريبا 3,000,000,000 مجموعة كوكبية، اخر رقم وصل الى العلم، 3,000,000,000 مجموعة كوكبية بالفضاء. تتنبه هاي كلها تمشي بنظام دقيق وبأبعاد رياضية عجيبة وبشكل هائل. زين، هذا المسكين التافه اللي يعيش على هالكرة، اللي ما رايح شايف هالعوالم شكو بها، ما رايح شايف هالدنيا هالعوالم الهائلة بالفضاء، ما يعرف عنها شيء، يجيك رأسا تقول هذا خام الدنيا كلها، تقول هذا خام العوالم، خام هالـ3,000,000,000 مجموعة كوكبية كلها خامها، ومتبع الأدلة ومتبع القوانين وقاري كل شيء، ورأسا يجيك يعطيك حكم جازم، الله ماكو يا مقرود، الله انت وين، شنو قيمتك، ذرة تافهة، ايش تتصور هالكيانات الهائلة، انت ايش تعرف ايش اكو بالكون. رأسا تجي شوف العالم، حتى الملحد من العلماء، الملحد منهم ما يقول الله ماكو، يقول لا ما ثبت عندي، ما ادري يجوز اكو لكن ما ثبت عندي، انا ما ثبت عندي. هاي لغة عالم، لكن لغة الجاهل لا، رأسا يطحكم ماكو، مو يقول ما ثبت عندي، لا يقول ماكو. قال امثلك شوي، اقرب لك المعنى. مرة واحد افرض مضيع له شيء، يجيك يقول لك شفت هالشيء، واحد يقول لا انا ما شفت، يجوز هو واقع هنا بس انا ما شفت، واحد يقول لا اصلا ماكو هنا، للتالي وبدون ان يبحث يقول لا ماكو، للتالي شو مدري قد يكون واقع هنا. تصور هاللون، اكو فرق بين لغة العالم ولغة الجاهل. الجاهل رأسا يقول لك الله ماكو، العالم لا، مش تقول له يا اخي انت دليلك على ان الله ما اكو شنو، مو كل شيء يقول الله اكو، بس انت تقول الله ماكو ليه؟ هاي الذرة بتركيبها تقول الله اكو، انت بتركيبك يقول تقول الله اكو، هذا الخشب يقول الله اكو، الارض تقول الله اكو، السماء، كل هالنظام الدقيق، نظام دقيق كله يمشي باصوله يدلك على وجود منظم. المنظم عاقل ومفكر، لو ما يكون عاقل ومفكر ما يقدر يخلي لك عدسة، عدسة بجد، عدسة حبة الماش، حبة العدس، اذا تفتحها تشوف الكوكب اللي بينك وبينه 10,000 سنة ضوئية. هذا ما يصير تسوي طبيعة جامدة عمياء، هذا تسوي قوة عاقلة مدبرة، تلك هي الله. انت شلون تجي تقول الله ماكو؟ التوافه هذول مؤسف والله. الغرض، نعود الى صلب الموضوع، الكافر بالواقع انما هالشدة اجت لان الكافر يخرق القيم والمقاييس التي يتعايش الناس بها تعايشا سلميا. بس انا الفت نظرك الى شيء بسيط، يعني انت تعتقد اكو واحد يؤمن بالله ويسلب اقوات الشعوب، يؤمن بالله ويذبح شعوب بكاملها، يؤمن بالله ويعتدي على شعوب بكاملها؟ طبيعي لا، هذول لو عندهم ايمان بالله ما يسوون هذا ابدا، يكون على ثقة. البشرية الان مهددة، انت تصور هذا الرجل، هذا الرجل اللي اباد لنص مليون نسمة بقنبلة، هذا لو عنده ايمان بالله ما يقود الطائرة ابدا، ولا يجي يقتل مثلا نصف مليون نسمة ابدا. اللي المؤمن بالله يقول قطرة الدم
النبي صلى الله عليه وآله يقول لئن تزول السماء والأرض أهون على الله من سقوط قطرة دم. الله عز وجل حرم الدم الحرام وأراد للناس أن يعيشوا العيشة التي افتراها لهم والتي رسمها لهم. هذا السبب الأول. السبب الثاني إنما شددت الآية ويقطع دابر الكافرين، إنما شددت لأن الله عز وجل وعدهم بالنصر، وهذا أول مكان يرتكز عليه نصر الإسلام، أول واقعة، فلا بد من الشدة فيها. السبب الثالث أن ذول بغاة. شنو معنى بغاة؟ يعني أمالهم سلمت، كل شيء ما راح من عندهم لازم يرجعون، ورجعت أمالهم أن تأكل شيء. هم قالوا لا نرجع حتى نستأصل محمد وأصحابه. صار النبي في موقف دفاع، طلعت قريش بجبروتها، طلعت بخيلائها، وقف النبي صلى الله عليه وآله. المكان اللي بين النبي كان أرض رخوة، أرض رخوة تغوص فيها أقدام الخيل والإبل. اجت السماء ألقت رذاذ من المطر شوية ماسكت الأرض، وقف النبي صلى الله عليه وآله رفع يديه إلى السماء قال اللهم إن تهلك هذه العصبة لا تعبد على وجه الأرض، اللهم أنجز لي ما وعدتني. ثم التفت قلهم يا معاشر قريش أنا أكره أن أبدأ بكم، دعوني والعرب. كلمته شوية أخذت أثر، قام منه، قام عتبة، عتبة كان رجل عاقل، اجى إلى قريش قلهم تعالوا هذا محمد بين واحد من ثلاثة، إما أن يكون نبي وإما أن يكون ملك وإما أن يكون كذاب، واحدة من ثلاثة، فإن كان محمد نبي فهو فأنتم أسعد العرب به، إيش أحسن من عدها أن يطلع من عندكم نبي وأنتم تعيشون بظله، فأنتوا لازم تعتبرون هاي من النعم عليكم. وإن كان ملك يعني معناه إنسان عنده طموح ويريد يحكم، هاي شي بعد أحسن، أنتوا لازم تغذرون طموحة تعيشون في ظل ابن أخيكم، الطموح اللي عنده غذوه وعيشوا بظله وكرموه. وإذا لا محمد كذاب تكفيكموه ذؤبان العرب، ويا أكو ناس غيركم يتولون قتله، ليش كون أنتوا ابن أخوكم تملطخون أيديكم دمه. وقريش تقريبا سمعت الكلمة، لكن اللي قام وخرب الشغل كله منه قام أبو جهل، أخذ يطوف بالجيش ويحبق يحدث يعني ويقول جاع عتبة أسقوه سويقا، خرف عتبة أسقوه سويقا. ثم اجى إلى عتبة قال له والله لئن رجعت ورجعت قريش بكاملها لو كلكم ترجعون أنا أأخذ بني مخزوم وأقاتل بهم ابن أبي كبشة، فإما أن يقتلني أو أقتله. وبالفعل تواقف الجيشان للقتال، وفتح الله عز وجل على المسلمين بعد أن قتل الإمام علي عليه السلام حملة الألوية طلحة ابن أبي طلحة العبدري وأخوته، نعم، وتواقفوا الجيشان وقتل الإمام علي أيضا عتبة وشيبة والوليد، اشترك مع عمه حمزة وعبيدة بن عبد المطلب وقتلوا ذول الثلاثة. الواقع اللي سجلها الكعب بداليته العصماء بقصيدته العصماء يقول وغدات بدر وغدات بدر وهي أم وقائع كبرت وما زالت لهن ولودا، قابلتهن فلم تدع لعقودها نظما ولا لنظامهن عقيدا، فالتاح عتبة ثاويا بيمين من يمنى، أردت شيبة ووليدا، سجدت رؤوسهم لديك وإنما كان الذي ضربت عليه سجودا. زين هالحادثة ايش نفتهم منها؟ هاي كل الواقعة نفتهم اكو صنفين كانوا ذولا مو يم فتح مو يم نظر بعيد، وصنف لا طلع يقاتل الى جانب النبي. الموقف يذكرني ايضا بموقف اصحاب الحسين. انت تتصور ان الحسين ترى لحقوه ويا جماعة، لكن الحسين لما صارحهم رجعوا. ذولا كانوا يصورون ان الحسين جاي الى بلد يريد يفتح يوزع غنائم، اجوا يا جماعة من هالغوغاء. حسين قال لا، لما صعد بمكة قالهم كأني بأوصالي هذه تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء،
فيملأن مني اكراشا جوفا واجربة سغبا. جماعة هواية رجعوا. ايش قد ظلوا يا 32 واحد؟ 32 واحد. وتدري بعدين ذول الاربعين ايش وقت لحقوا؟ لحقوا ليلة العاشر. ذول ذول الصدق اللي طلعوا من معسكر عمر ابن سعد والتحقوا بالحسين ليلة العاشر. نعم بالليل. صور منهم واقعا ذولا اكو بيهم لباب، يعني تمخضت الارض فكانوا لباب الارض. حبيبي بن مظاهر هذا الرجل واحد من عتهم. اما هذا الرجل من الصحابة، ممن رأى رسول الله صلى الله عليه وآله، وممن شهد مع علي حروبه كافة، وكان محطا لثقة الامام علي. كان الامام علي خبرة ببعض الامور التي تقع. طبعا الامام علي يأخذ بعض الامور الغيبية عن النبي ويخبر بها بعض اصحابه، اخبر بها بعض اصحابه، ومن جملة اللي اخبرهم اخبر حبيب بن مظاهر. ولذلك يوم من الايام حبيب بن مظاهر جاي وتلقاه من ناميثم التمار، وقفوا اكو جماعة قاعدين يقول سمعناهم يتحادثون. التفت منه حبيب الى ميثم قال لك اني برجل ضخم الكراديس يبيع البطيخ عند باب الرزق، يقتل في حب اهل بيت نبيه وتبقر بطنه عند دار عمرو بن حريث. التفت منه حبيب، التفت انه بميثم الى حبيب قال له وكأني برجل احمر له ضفيرتان يقتل في حب اهل بيت نبيه ويعلق رأسه بلبان الفرس يضربه الفرس بركبتيه ويطاف به في ازقة الكوفة. هذول القاعدين قالوا والله ما رأينا اكذب من هذين. شرحوا بالاثناء اجى من وراهم رشيد الهجري رضوان الله عليه، اقبل حدثوه بالحديث. قالوا له هالشكل ذولا قالوا؟ قال بلى رحم الله ميثم نسي شيء ويزاد في عطاء حامل الرأس 100. قالوا والله ان هذا اكذب منهما. ما مرت الايام والليالي واذا وقع جميع ما وقع. ميثم نعم قتل في حب اهل البيت وشنق على باب دار عمرو بن حريث، واللي قتل عبيد الله بن زياد والدوراء احضره قال له ماذا قال لك صاحبك الكذاب؟ قال له صاحبي ليس بكذاب، صاحبي ينطق عن النبي والنبي لا ينطق عن الهوى. لقد قال لي يؤتى بك الى ابن مرجان العتل الزميم فيأمر بقطع يديك ورجليك ويقطع لسانك ويصلبك. قال والله لا اكذبنه. اقطعوا يديه ورجليه واتركوا لسانه. قطعوا ايديه ورجليه وشنقوه على ذاك العمود صلبوه، وقام يصيح بعد ببقايا حياة من اراد ان يستمع، دماء تنزف ها، ويصيح من اراد ان يستمع الى الحديث المكنون عن علي بن ابي طالب فليأتي الي. اجتمعوا الناس حوله، اخذ يحدث بفضائل اهل البيت وبمعائب بني امية. فقالوا لبادر الى لحق عليه، فارسل اليه حجاما امره بقطع لسانه. لما اجى قال لها انت موصى بقطع لساني؟ قال بلى. قال خذ يريد فلان ان يكذب سيدي. مها بقطع لسانه وقدم لسانه وقطع لسانه الى اضطرب بدمائه الى ان هلك. الصور الثاني حبيبي بن مظاهر ايضا نفس الشيء اللي قاله كما قاله رشيد الهجري. هذا الرجل حبيب لما دخل مسلم الى الكوفة كان هو مسلم ابن عوسج الاسدي يبايعان لمسلم، وبنفس الوقت كانوا يقومون بنشاط والفعاليات للدعوة. لكن لما دخل عبيد الله بن زياد ووقع الانخذال وخذل مسلم، عشائرهم اخفتهم عن عبيد الله بن زياد. حبيب عنده كتاب من الحسين ويريد يطلع، يريد يلحق على الحسين بكربلة. شلون يطلع؟ يخاف من دول القرية واحد يخبر عليه. اكو عنده جواد، يصيح الغلامة يقول له اخذ هذا الجواد حط عليه ادوات الصيد واطلع به الى خارج النخيل. طلع يوم يومين ثلاثة حتى يوهم الناس انه يطلع يصيد، هو يطلع من وراءه. باليوم الرابع قال له شوية ابعد اخرج. طلع هذا ابعد، حبيب تأخر ودع عياله، اجى الى زوجته قالها ما رأيك؟ قالت لدعني الهم التراب واذهب الى نصرة ابن بنت رسول الله، بقاءك هنا يمي مو مصالح، روح ادرك سعادتك. اجى الرجل اقبل الى ان انتهى، صار قريب من المكان اللي ارسل الى الغلام. سمع الغلام يحدث يخاطب الجواد،
يقول له يا جواد سيدي لقد أبطأ سيدي، والله لئن لم يأتي لأمتطين ظهرك وأذهب إلى نصرة أبي عبد الله. سمع هذا محاورته ومداعبته، دنا إليه قال بارك الله فيك بني، ارجع روح إلى أهلك. التفت له قال له لا سيدي، أنا بالرخاء ألحس قصعتك، أنا بالرخاء ألحس قصعتك وفي الشدة أتركك. لا أنت ليش تحرمني؟ دعني أشترك معك، خليني لا تذهب إلى الجنة وترجعني إلى النار. قال له هلما معي. فإجوا الغلام يعد من وراء إلى أن قرب، صدف الحسين قاعد ويما أصحابه، بمجرد أن قرب قال قوموا هذا حبيب ابن مظاهر. خف الحسين لاستقباله، لما نظر إلى الحسين ألقى بنفسه من على جواده وأقبل مهرولا وقع على قدمي الحسين يقبلهما. شوي صار تباشر عند أصحاب الحسين وصارت حركة غير عادية. سمعت زينب الضجة قالت ما هذا؟ قيل لها إن حبيب ابن مظاهر قد وصل. هذا الرجل كان يدخل الى بيت امير المؤمنين، واحد من عائلة امير المؤمنين يعتبر، يعني يعتبر واحد من عائلته من حواري الامام علي. لما سمعت زينب ذلك التفتت الى علي الاكبر قالت قل له ان عمتي زينب تدعوك. اقبل اليه قال عمتي زينب تدعوك. قال حبا وكرامة بنت رسول الله. اقبل الى ان جلس بباب الخبا وضع رأسه بين ركبته وانتحب انتحابا عاليا وصاح لوجدك يا زينب يوم تحملين على بعير ضالع يطاف بك بالبلدان ورؤوس اخوتك امامك، وكأني برأسي هذا معلق بلبان الفرس. لما سمعت ذلك اختنقت بعبرتها صاحت والصب ما قبل ان ترحلون قبلين على الغابرة تنامون شفيلة حرام يا كرام تدرون. وكان الى موقف هذا الرجل بين يدي الحسين لما حمل يوم الطف حمل حملته وهو يرتجز اقسم لو كنا لكم اعدادا او شطركم وليتم الاكتادا يا بئس قوم او يا شر قوم حسبا وادا قاتل قتال الابطال الى ان صرع. اقبل الحسين الى مصرعه جلس عند رأسه قال يعز والله علي مصرعك، ثم اخذ يمسح الدم والتراب عن وجهه وهو يقول منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وكان هذا دأب لما دار بعد ما ظل احد عنده من اصحابه واهل بيته، وين اجى الى خيمة الامام السجاد. كان الامام علي وعنده عمته زينب تمرضه، لما نظر الى ابيه الحسين مقبل التفت الى عمته قال عم سنديني الى صدرك هذا ابن رسول الله قد اقبل. قال له الحسين لا بني انك لا قابلية لك على النهوض. الحسين جلس الى جانبه ثم الامام السجاد سأله قال له كيف اصبحت يا ابا؟ قال له انت كيف اصبحت يا بني؟ قال بخير ما ابقاك الله لي يا ابا، اذا انت طيب انا بخير. ثم سأله قال له ابا كانت لك عادة اذا جئت الى عيادتي يأتي معك عمي العباس، واراك هذه المرة رجعت وحدك، اذا اين ذهب عمي؟ الحسين اطرق. زينب سألت نفس السؤال قال له بني عظم الله لك الاجر بعمك. قال ابا اذا ما
اين اخي علي الاكبر؟ قال قتل. قال اين ابن عمي القاسم؟ قال قتل. قام يحدد له واحد واحد الى اخر مرة التفت للحسين قال بني بني انا اختصر لك بني لم يبقى بالمخيم من الرجال الا انا وانت. لما سمع ذلك صاح عم زينب علي بالسيف والعصا. نادى العليل حسين والدمع جريا وين الانصار وين فرسان الحمية في وين فرسان الحمية زهر وبلال ومسلم وابن عمه وانسر دال الرجال عني حبيب الليل جن خاض الاهوال قلب قاو كلهم ضحايا على الوطية ما حد بقى عندي ويحمل خيامي كلهم تفانوا والدار نكس اعلامي. قال يا ابويا ارد نشدك عن امامي عباس واخوانه وباقي الهاشمية في وين سردال الشجاع رب الشجاع شيخ العشيرة لتزهري الخيمة بشعره. قال على شاط النهر قطع وغراغه. لما سمع ذلك صاح عم زينب علي بالسيف والعصا. قال ما تسمع بهما يا نور عيني؟ قال اما العصا فتوكوا عليها واما السيف فاذبوا به عن حرائر رسول الله. التفت الحسين الى زينب قال اخي زينب احبسيه لئلا تبقى الارض خالية من نسل آل محمد. بالامس كانوا موي واليوم قد رحلوا. اللهم وفقنا لما يرضيك جنبنا معاصيك آمنا في أوطاننا من على مرضانا بالشفاء والعافية. من أوصاني بالدعاء